كل مسلم، وكرم العلم والمعلمين حين قبل تعليم 10 من أبناء المسلمين بدلاً عن المال في فداء أسرى قريش في غزوة بدر. السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، ومعذرة لوصفكم بالضيوف، فأنتم أهل دار. أبنائي وبناتي، جواهر هذا الحفل ودره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في رحاب حفل مدارسنا التي وضعت النجاح والتفوق هدفا لها وعملت له، فكان لها ما أرادت، وكان ذلك بعزم معلميها وجهدهم وجديتهم. ولا أنسى جهد مشرفيها ومشرفاتها وجميع العاملين والعاملات، فالجميع بذلوا جهدهم وفوق الجهد، وجدية طلبتها وطالباتها، والتخطيط السليم والمتابعة اللصيقة من إدارات المدارس. وقبل ذلك كله، بعون الله وتوفيقه، وأشكركم شكرا جزيلا على مشاركتنا حفلنا هذا الذي نقيمه تكريما ووفاء لأبنائنا وبناتنا المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية الأخيرة، وحفزا وتشجيعا لمن يليهم، واضعين شعار في دروب العلم فليتنافس المتنافسون نصب أعيننا. فلهم منا التهنئة الحارة، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة الآباء والأمهات بنجاح أبنائهم وبناتهم، فهم أصحاب الدور الكبير في هذا النجاح والتفوق. بتهيئة البيئة والمساعدة على الاستذكار وبالدعم النفسي والتشجيع، وأقول إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهد والبذل الذي شاركت فيه الإدارة بالتخطيط والمتابعة، والمعلمين بالتنفيذ الدقيق ومعالجة السلبيات، والاستعداد لإجابة تساؤلات الطلاب والطالبات حتى عبر الهاتف. فلهم منا كل الشكر والتقدير، ومن الله الأجر والثواب. وكذا أولياء الأمور بالتواصل مع المدرسة وبمتابعة أبنائهم وبناتهم. أما محور حفلنا الأبناء والبنات، فأقول لهم هنيئا لكم عسل النجاح، بعد أن تحملتم إبر السهل للاستذكار وتحملتم برنامجنا الضار. وختاما، التهنئة مكررة للمتفوقين والمتفوقات ولأمهاتهم وآبائهم، والشكر أجزله لمعلمينا ولإداراتنا ولمشرفينا ومشرفاتنا ولعمالنا وعاملاتنا لما يتحملوه معنا من جهود ومن تعب ومن إرهاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الأستاذ عبد المنعم أحمد سليمان على هذه الكلمة الدافئة، ولعلكم جميعا توقفتم عند كلمته وعبارته التي شكر فيها تحمل الضغط. هذا إن دل إنما يدل على عدم التهاون في مدارس الملك فهد. للعلم دائما تكن هناك إبرا كما قالها الأستاذ، ولكن يكون هناك شهدا يحتفي به الناجح دائما وأبدا. عند كلمة الأساتذة يقدمها الأستاذ سليمان العايد. أيها الجمع الكريم، الصادة الحضور، أبناء الطلاب المتفوقين، آباء أولياء الأمور أمهات وآباء كتاكيدنا الصغار، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقف أمامكم اليوم ويملأنا الفرح والسرور، ونحن نزف التهاني والسرور والتبريكات لأبنائنا المتفوقين الذين أسلجوا صدورنا بتفوقهم ونجاحاتهم، ونحن جد سعداء بهذا التفوق الممتد عبر الأيام والسنون السابقات. إخوة الحضور،
نحن جسعداء وكرم السعداء لأننا نهنئ أنفسنا أولا ونهنئ أبناءنا. كذلك لا ننسى الدور العظيم الذي يقوم به الآباء في تحقيق هذه المنظومة، وهما الحلقة الرئيسية من تواصل مع الأستاذ ومن جهد متواصل لا يعلون عنه. وكذلك التحية والتجلة والتقدير لكل الحضور، كما لا يفوتني أيضا أن أكرر التحية لبناتنا وأبنائنا الطلاب المتفوقين، وأخص بالتهنئة الأولى رؤى ناصر، هذه البنت التي كانت ينبغي أن تكون أولى للسودان لولا قدر الله في ذلك، ولكننا نرضى بقدر الله. وهذا لا يقلل من بقية الطلاب المتفوقين، إذ أنهم كلهم قد بذلوا النفيس والمال وجاهدوا وصبروا وتحملوا كل مشاق التعليم حتى وصلوا إلى هذه الدرجة المشرفة التي نحن بها نزيد شرفا ونزيد عزا وتكريما. كما أنني أتحدث عن العلم، هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعل العقل ميزانه واللسان أداته وبينه خير الخلق أن كان أول معلم لهذه البشرية صلى الله عليه وسلم، حينما جاء جبريل أن اقرأ أن اقرأ أن اقرأ، فكانت القراءة هي سبيل النجاح وسبيل التطور. ما من أحد أغلق نفسه على العلم إلا وأصبح في مصاب التقدم والتطور والعلا. كما أنني أقف إهلالا واحتراما وتقديرا لإخوتي وزملائي رفاق الدرب، هؤلاء الفتية الذين لم يبخلوا على طلابهم ولم يبخلوا، إذ أنهم دائما في حالة استعداد مستمر وتفان وتواصل حتى يصلوا بمعلوماتهم وينول عقول أبنائهم حتى تتجسد هذه النتيجة المثلى التي يصبو إليها كل إنسان وكل شخص. كما أنني إخوة الطلاب أهنئ نفسي مرة ثانية، أهنئ تلك المدرسة الشامخة بشموخها السامقة بإدارتها الرشيدة متمثلة في مديرها العام الأستاذ الأخ الدكتور بهاء الدين والأستاذ الأجلاء أحمد حامد والأستاذ أزهري الدكتور عباس والأستاذ عبد المنعم، حملت هذه الدفة وقادتها إلى مصاف العلا والتقدم دائما. كما أنني أشكر الجميع لوصولهم إلينا ومشاركتنا هذه الفرحة الجميلة. لا أطيل عليكم، ولكن للمعلم دور فعال، وهو الحلقة وهو السلسلة الفقرية في هذه المنظومة التعليمية، ولذلك قاربوه بالرسول إذ قالوا كان المعلم أن يكون رسولا، ولذا قف للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أرجو أن ينال المعلم في هذه البلاد الطيبة حظه ونصيبه حتى نسفه ونرتقي إلى الشعوب التي تقدمت. وهذا والله على ما أقول شهيد، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فبالنفس والشيطان. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولولي الأمر دائما أيضا عمودا يظل هو عمودا أيضا في دروب العلم. الكلمة القادمة لأولياء الأمور يقدمها عنهم بشير الطيب الزبير. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على معلمنا ومربينا وهادينا الرسول الأمين وعلى آله أجمعين. السلام على فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة أم المؤمنين، السيدات والسادة الحضور الكريم. اخترت تلك الأبيات من قصيدة الأستاذ عبد الكريم الكارلي رحمة الله عليه، وأحسن إليه بقدر ما أشاع من نور ووعي وقيم جميلة ومثل فاضلة بيننا. اخترت تلك الأبيات ليس مقدمة لكلمة فقط إنابة عن أولياء أمور المتفوقين، بل اخترتها لأقدم بها نفسي أيضا محتزا ومفتخرا. أقدم نفسي بابنتي المتفوقتين التوأم سبأ ونبأ.
وبإخواتهن المتفوقات الجالسات أمامي الآن، وأسجي لهن ولأمهاتهن ولأبائهن التحية والتهنئة الحارة بهذا النجاح الباهر، وأقول لهن أنا فخور بكن جميعا، وفرحتي بكن لا تدانيها فرحة، كلكن سبع ونبع. ومن ثم التحية والتهنئة لأبنائنا المتفوقين. دون أن ينقص هذا الترتيب من فرحتنا بهم وتقديرنا لمجهودهم شيئا. معلش أولاد أصرت عليكم شوية، كلمت البنات عليكم. كما أن هذا الاستدراك أيضا لا يضعف من انحيازي الدعم غير المشروط إلى جانب المرأة وقضايا المرأة وتعليم المرأة على وجه الخصوص. كما لا يفوتني أن أحيي وأهني ابنتنا صاحبة المركز الأول أمنية على مستوى السودان وأسرتها الكريمة، وأقول إنني فخور بها أيضا. كل نبع دافق بالخير داني من ينابيع يغذيها كياني، أرى نسفقا حوى كل المعاني، من يدانيني أنا زادني العلم سنة. تسنى لي الفرصة لشكرهم الذين كانوا معين أساسي عند الله سبحانه وتعالى وسببا في إحراضي بهذه النسمة. أستاذ نهار، أستاذ عبد الوهاب، أستاذ إدريس، أستاذ سليمان العاقب، أستاذ مزمل، أستاذ أسهري، وجميع الأساتذة الذين كانوا كنوز الدنيا بعلمهم ونصحهم، الذين كانوا وما زالوا سببا في تخريج نخبة من المتفوقين كلها، لهم التحية والاحترام. الذين بذلوا مجهود جبار في سبيل نجاحنا وفرحتنا التي كانت بمثابة فرحة لهم. ولا أنسى مشرفاتي مس وشاح، مس سهير، نهى ونهان، لهم التحية والتقدير. وأهني مدارس الملك فهد على هذا التفوق لهذا العام الذين هم أهل له، مع تمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار. وأخص بالتهنئة أولى مدارس الملك فهد لهذا العام هو وجميع الطلبة المتفوقين الحاضرين اليوم. يا العهد القادمين، عليكم ببر الوالدين والمحافظة على ولدكم القرآن. النجاح توفيق إلهي كما هو بالاجتهاد والمحافظة على الوقت. الأساتذة بإذن الله يغنوكم عن أي دروس خصوصية أو مجموعات خارجية. أساتذتنا توادم مؤهلة ستعطوا بكم إلى بر الأمان بإذن الله. وسعادة النجاح مهما إليكم عنها تظل أعظم بكثير. النتيجة الليلة، المؤتمر باقي له ساعة، المؤتمر بدأ، زعم الأول، الثاني، الثالث، العاشر، وفجأة تسمع الزغاريد والبيت يتملي بالأهل والأصحاب والجيران، والبهجة تعم المكان. حقيقي سعادة النجاح لا تقدر بثمن. عندما يكسر القلب لا مستحيلة، الملك فهد كانت لنا فيها ذكريات لم ولن تنسى طوال حياتنا. شكرا مدرستنا وعذرا فلن يفي بحقك اليوم وما قال. وبيئة وظيفة حصيفة تقودها إلى الرشاد. تعجز الكلمات في حياتي. معلم كعوذنا وكالشمع ماخما، معلم كعوذنا وطالب قد ابتهى ومن زرع فقد حصد. مدارس الملك فهد عماد حاضر وغد، عماد حاضر وغد، مدارس الملك فهد. الأستاذ جمال الدين خالد محمد خالد يكرم الآن وهو لم يحضر لظروف مرضية. دعونا أولا نتمنى له الشفاء، وثانيا نتحدث عن تلك القامة التي دائما كانت تعطي بلا حدود في مدارس الملك فهد. فقد كان مديرا للمدرسة وظل عطاؤه متدفقا لا ينقطع أبدا، نبضا تحكي عنه إدارة المدرسة التفوق دائما وأبدا والانضباط في كل لحظة. لذلك ها هم يحملون له ذلك الوفاء الكبير ويكرمونه في هذا اليوم تحقيقا. ودعونا نقول أن مدارس الملك فهد دائما عنوة
عنوة نفتح أبوابا للعطاء وتحديا نرسم شمسا للوفاء. اللحظة القادمة هي لمسة وفاء للمرحومة نضال عوض محمد حسين. تبقى صورة نضال خالدة في ذاكرة الإنسان مهما طالت وتبادت السنوات. كانت نضال السند الذي نتكئ عليه، كانت نضال بوصلة الروح وعرين القلوب، كانت نضال البلسم الشافي والطبيب المداوي، كانت نضال التواضع الجم والأدب الرفيع، كانت نضال رمزا للخلق الرصين. لقد كانت قصة العمر التي لا يمكن لسنوات الأرض أن تنسينا إياها. كانت نضال الوطن الذي نستريح فيه وإليه حين يقربنا الزمن، وكانت نضال بسمة الوجوه عندما تعبس دنيانا. وفاء لها، نضال التي ظلت في قلوب الجميع، ها هم يحملون لك كامل الوفاء هذا المساء من ثانوية الملك فهد ضمن احتفائيتها بتكريم المتفوقين. الآن ننتقل إلى تكريم عنها الأستاذ عبد الجليل، يتلقى هذا تكريم ولمسة الوفاء عنها الأستاذ عبد الجليل، لك عطر التحايا. يبقى ضيوف شرف هذه اللحظات وهذا التفوق لتكريم المتفوقين في اللحظات القادمة، ودعونا نبتدي بتكريم من أنار السروج في مدارس الملك فهد، تكريما يستحقون ذلك بعطائهم وبما قدموه. فإن كانت هناك صفقة مدوية دعونا نسمعها لحضرة المتفوقين هذا اليوم، ونزينها بموسيقى لا تصدر إلا من حناجر أمهاتنا، زغروتة سودانية أصيلة نفرح بها خريجي هذا العام. المتفوقة التي نبدأ بها هذا الاحتفاء، المتفوقة سبب بشرى الطيب الزبير ونبى بشرى الطيب الزبير. مدارس الملك فهد عماد حاضر وغد، عماد حاضر وغد مدارس الملك فهد. المتفوقة القادمة والدتها سوسن إسماعيل. سوسن إسماعيل أحمد. زينب أحرزت 90.3 وزهراء أحرزت 94.6. وكما عاطر تحايا التوأمتين. Yeah.
سيد محمد الصديق عبد القادر. المتفوقة القادمة والدتها منال عباس كرار تفوقت فأحرزت 90.4. كنتم جميعا تعلمون الظروف العام السابق حينما أقعدنا المرض جميعا فترة كورونا. من الطلبة المتفوقين القرآن من الحصة نطلع حافظين الرياضيات فيها ما علينا ليه ما طلعنا مقفلين الإنجليزي بيقولوا صعب فيه صعوبة ما شايفين أساتذة ليهم ما شاء الله خبرة ومتميزين يشرحوا ليك بالتفصيل وكلمة كلمة مفسرين تعالوا معاي نشوف الكيمياء هل فيها ناقصين درجتين أساتذتها نعمة مطمئنين كم أحضان مطبوعات وكم حلوا لينا تمارين والخطأ في الكتاب نحن ليهم مصححين من الفيزياء والأحياء نحن الليلة مبسوطين وطول ما نحن عايشين لأساتذة شاكرين أساتذة معانا متعاونين بالتلفون يردوا لك ويدوك الإجابة في الشين نأخذ نحزن الأفراح ونضرب نمنع الباكرين Thank you.
الحقيقة اليوم نحن يعني فرحانين جدا وسعيدين يعني احتفالنا بطلابنا وطالباتنا المتفوقات الأوفوا بعهدهم وكما عودونا دوما بإحراز نتائج طيبة، وحري بنا أيضا أن نذكر يعني أن هذه النتائج يعني كانت نتائج جهد كبير لمعلمينهم ولأسرهم ولأولياء الأمور، وفي نفس الوقت يعني كل الطاقم الإداري كان شغال في المدرسة كان له دور في هذه النتائج الطيبة، ونحن اليوم نوفي بعهدنا أيضا من كريم هنا، وهذا تكريم تكريم لنا نحن ذاتنا، ونخص بالتهنئة الطالبة أولى المدرسة طالبة رؤى ناصر التي حازت على سيارة المدرسة سنوية، درجنا إنه نقدمها لأولى المدرسة أول المدرسة دوما، وإن شاء الله نلتقي في ساحات فرح أخرى ونجاحات متحققة بإذن الله. المتفوق القادم ابن عمه الشاعر المعروف محمد الزاكي غبوج، قبل أن نقدم المتفوق أحمد عبد الله يود أن يقول له الشاعر محمد الزاكي غبوج: وأحب أن أقول له كابن عم لي وأخ أخوي الفجر ساعة ضيوف الهوش، وأخوي الدخل إلى الحوارات تملي بشوش، أخوي صديقي نمبر عليك بهوش، وآلاف التهاني من آل والطبوش. المتفوقة القادمة والدتها رباب عثمان فضل الله محمد، النسبة 92.7، الخريجة المتفوقة شيماء الصادق عبد الرؤوف زين العابدين. الخريج القادم غير موجود ولكن نزيعه على حضراتكم، والدته مدينة محمد النور حسين، النسبة 92.9، هو الخريج المتفوق محمد بخيت محمد حسن. أيضا المتفوق القادم أو المتفوقة القادمة لم تأتي أيضا، والدتها ممدوحة محمد أحمد علي، النسبة 93.4، الخريجة المتفوقة وعد إسماعيل علي محمد. وأيضا المتفوق القادم تم إخراجه مع شقيقه، هو المتفوق ابن هادي الجيل عثمان الذي أحرز 93.6، الخريجة المتفوق الصديق محمد الصديق عبد القادر الذي تخرج مع شقيقه. الخريجة القادمة أثير، أنا أود أولاً أن أبعث لها بتحية خاصة. مرضت وتوقفت القراءة ولكنها حملت على نفسها أن تتخرج وأن تتفوق رغم مرض والدتها، وحققت ذلك تقديراً ووفاءً لوالدتها. أنا يا أثير، أنت والكاميرات يجب أن تذهبي لوالدتك هذا اليوم. يلا يا أثير.
حققت ذلك النجاح تقديرا للوالده التي اكتفأت طوال سنوات لتجعل ابنتها متفوقه لك عطر الود وعطر الضحايا. هذا اليوم الخريج المتفوق حذيفة معاوية عوض فقيه. المتفوقة القادمة تخرجت مع شقيقتها زينب توأمتها والدتها سوسن إسماعيل أحمد وأحرزت 94.6 من عشرة هي زهراء. زهراء قالوا لي حينما تأتي دور زهراء قدم لها وردة، لكني لن أقدم لك وردة وسأعيد لهم الوردة. المتفوق القادمة الخريج المتفوق دانيا عادل عبد الفتاح أحمد. وجئنا في هذه اللحظات للأولى لمن تفوقت على الجميع في هذا اليوم، للرائعة مأمون السيد أيضا كان متفوقا والأول على دفعته. هذا الرجل وهذا الجد هو سعادة اللواء شرطة دكتور مأمون السيد. سمي علينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ومن تبع الإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة لي وقفتين. الوقفة الأولى وقفة إهلال وتعظيم وإدبار للمعلم السوداني. أم المعلم وفي التبديل كاد اليهود المعلم أن يكون رسوله. من زرع الفضائل بين الورى بل عاش عمرا سالما تحت السماء. فالذكرى تحيي ميتا، وقد يروح من كان يمشي بين الناس ويرى. الوقفة الثالثة خاصة بحفيدتي رؤى. وهي لها وقع خاص في نفسي ومحبة خاصة في نفسي، ليس أنها أكبر حفيداتي ولكنها أشطر حفيداتي. عطر الود وإكليل من ورد نبعثه لسيدة نساء الأرض في هذا اليوم، وهي ترتدي الروب الأسود. دعيني أقول لك يا رؤى، الأسود يليق بك في هذا اليوم، لك عطر ضحايا. رؤى ناصر صلاح الدين عثمان لن تكرم فقط، بل أتمنى
من الدكتور بهاء الدين وكذلك مديرة المدرسة التي وقفت على هذا الجمال وهذا التفوق، المديرة مديرة وشاح، فلها الوشاح أيضا الأعظم في هذا اليوم كمديرة للمدرسة وبهاء الدين. فهد عماد حاضر وغد، عماد حاضر وغد، مدارس الملك فهد، مدارس الملك فهد، عماد حاضر وغد، عماد حاضر وغد، مدارس الملك فهد. عماد حاضر وغد، مدارس الملك فهد، مدارس الملك فهد، عماد حاضر وغد، عماد حاضر وغد، مدارس الملك فهد. صروحها منيفة وبيئة نظيفة، صروحها منيفة بيئة نظيفة، إدارة حصيفة. الحمد لله رب العالمين، نسبة مشرفة وشرفتنا كثير والله، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدرسة الملك فهد الثانوية، إدارة وأساتذة معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات، على مجهودنا الكبير ومساهمتهم الكبيرة في هذا النجاح الذي تحقق الحمد لله رب العالمين. أشكرهم الشكر الجزيل، وربنا إن شاء الله يجعل التفوق دائما حليفهم في قادم المواعيد إن شاء الله في السنوات القادمة وسنين عديدة مديدة إن شاء الله. طبعا الحمد لله هم حفزونا تحفيز جميل، حفزوا رؤى تحفيز رائع وجميل الحمد لله بسيارة، هم أعتقد لهم 18 سنة يمكن بيعملوا بيدوا سيارة للأولى تحت المدرسة أو الأول بتاع المدرسة. والحمد لله الشكر للدكتور بهاء الدين، أوفى بما وعد ودوا السيارة الحمد لله، استلمتها في مهرجان كبيرة وفي مهرجان كان كبير، يعني الحمد لله أفرحونا كثير والله وأدخلوا البهجة والسرور على نفسنا وعلى بنتي رؤى، ودائما من تفوق لتفوق إن شاء الله، شاكرين ومقدرين لهم وبارك الله فيكم. الحمد لله فخورة جدا بإحراز المركز الأول على مستوى مدارس الملك فهد بنسبة 95.3، كما أني سعيدة برضو على الاحتفال الكبير اللي عملوه لنا، احتفال تكريم المتفوقين، وفيه استلمت هدية محفزة جدا اللي هي العربية المقدمة من الملك فهد. بشكر المعلمين اللي كانوا واقفين معانا في الحتة دي في ثالثة أثناء السنة قبل السنة وبعد السنة، كما أوجه شكري برضو للوالدين والأخوان والأهل. الحمد لله رؤى تفوقت بنسبة 95.3، كانت نتيجة مشرفة وجميلة جدا، نتيجة للمجهودات اللي بذلتها خلال العام الدراسي، ونشكر كثير إدارة الملك فهد المتمثلة في دكتور بهاء الدين اللي كان هو القائد بالنسبة لهم وألهمهم وحفزهم كثيرا على النجاح. والحمد لله هي ليلة تكرمت رؤى بجائزة التفوق الأول على مستوى مدارس الملك فهد، جائزة عربية مقدرة وقيمة من المدارس. نشكرهم كثير الشكر على هذا الاحتفال الرائع الجميل، ونشكرهم كذلك على الهدية، شكرا جزيلا لكم. اليوم نحن كرمنا المتفوقين والمتفوقات، وبنشكر في الأول وفي الأخير مجهود الطلبة والمعلمين والإدارة عموما، وكما عودنا ثانوية الملك فهد بندي الأولى أو الأول لمدارس الملك فهد جميع الفروع عربية، فبنبارك لهم التخرج والتكرم النجاح، وإن شاء الله دائما يا رب متفوقين ودائما ناجحين. الليلة استمتعنا جدا جدا في لفتة بارعة من ثانوية الملك فهد،
بتكريم المتفوقين والمتفوقات فريع أم درمان وفريع بحري الليلة في الغاء بتاعت إنفينيتي. فكانت لفتة بارعة جدا جدا من إدارة المدرسة بحضور المتفوقين وأولى أمور وأسر. أنا من ناحية شخصية بشوف إنه دي فيها تحفيز للطلاب وفيها تواصل مع أولياء الأمور وتتويج للجهد اللي كان أصلاً كان حاصل بين الإدارة تحت المدرسة وأولياء الأمور. والحمد لله أولياء الأمور اتوج التعب بتاعهم والجهد بتاعهم في النبوغ والتفوق اللي حصل ده. راضية لك يا ولدي انت ان شاء الله عباه انت ان شاء الله تتهنى لك الخاتي في بال انت ان شاء الله عباه Yeah.